أنا أهل جولي، مساء الخير على كل مشاهدي ومتابعي قناة العراقية الرياضية، وين ما تكونون. يوم جديد وحلقة جديدة من مطبخ المدربين. مثل كل يوم عندنا مطبخ كامل راح يكون جاهز لكم، وجبة غذاء دايت، كذلك راح تكون الشيف خلود هي اللي مجهزتها، وعندنا اسم كبير من أسماء كرة القدم العراقية، لكن هو اليوم مدرب. مطبخنا خاص بالمدربين، مثل ما الشيف يطبخ الأكل المدرب يطبخ المباريات. خلينا نشوف طباخنا لمباراة من اليوم. ناهل وهنا زيدان ضيفنا لهذا اليوم، حياك الله كابتن، مساء الخير. مساء الخير عليك كابتن أثير، وتحية لكم وتحية الكادر، وإن شاء الله ربي رمضان مبارك على الجميع. يحفظك ويسلمك، صيام مقبول إن شاء الله. هاي الصورة اللي بدك إياها بالعيد إن شاء الله. إن شاء الله. شيف خلود مساء الخير، شلونك؟ شنو أخبارك؟ مساء الخير كابتن. تفضل كابتن، خلينا نشوف شيف خلود شنو مجهز لنا اليوم. شلونك؟ الحمد لله تمام. شنو طبخة اليوم؟ اليوم طبختنا اليوم دا تشوفون اكو تمن. تمن اليوم. انجي انجي. يا عموري تمن اليوم. هو لازم يعني انه ندخل ابو الدايت رز يعني. هو مسوي دايت. هو مسوي دايت عموري. حتى منكم بان مين له. زين. منو مسوي دايت؟ عموري. اوكي تمام ماكو مشكلة. اليوم راح اسوي مرقه الاسبيناغ اوكي او الشبزي حلو او السبزي، هذه ثلاث تسميات بس كل تسميه خاصه بمحافظه من محافظاتنا ويشتغلوها بطريقه تختلف عن الثانيه، راح نحكي عليها بعدين. لا لا ماكو مشكله بالعكس، لا بس عوف البشوات عاد احنا نشتغل هنا ماكو اي مشكله. زين قبل ما تبلشين خلود، الكل يعاني انه التمن المرقه ما ينطبخ الا اكله دسمه راح تصير اليوم. راح تعطيكم الشيف خلود اكله دايت وصحيه بس هي تمن ومرقه، يعني راح تكون منخفضه السعرات الحراريه، وبنفس الوقت التمن المسلوق هو يقدر ياخذ يسوي دايت، ويقدرون ياخذوا الرياضيين بكميات محدده ويا البروتين ينطوهم اياه، فماكو اي مشكله بالموضوع. كل شيء ايدش كل شيء توضحين اليوم. كل شيء راح اوضح اليوم كابتن. يمكن انت تعاني اكثر الناس يعني الرياضيين بصوره كامله انه التمن مشكله عندكم به، لكن اليوم التمن راح يصير مو مشكله. التمن وجبه رئيسيه الرياضي يعني بي يعني سعرات حراريه اكيد الطاقه يعني يغذي اللاعبين بالطاقه واكثر كربوهيدرات التمن الوجبه الوحيده للرياضيين يعني يمتص الجسم ويتحولها طاقه بسرعه يعني حلو. يعني يفيدكم هضمه سهل يعني بس طبخه شلون وياكم يعني اكيد هو التمن يكون بالمي يسوي يمكن ينسلك سلك حتى يمتص النشا يفقد 50% الى 60% من نسبه النشا يكون يعني بفوائد كثيره يعني هو اللي نبه عليه الكابتن هو صحيح التمن كارب من الكربوهيدرات زين الكربوهيدرات هي سريعه الحرق بالجسم ويعني تروح بسرعه بس الطاقه نفس الوقت تخليك تجوع اسرع مو نفس الالياف والبروتين يعني يستهلك وقت اكثر بالهضم فيحسسك بنسبه شبع اكثر ومده اكثر ولذلك وجبه رئيسيه الرياضيه عامه بس يكون مو يعني كميه كبيره لا مو كميه يعني كبيره كميات كبيرة كميات هي الشيف خلود تقيس عندها كميه معينه انت شلون تقيسها كرياضي؟ والله احنا خاصه يعني قبل كل مباراه للرياضيين للاعبين من نعطيهم وجبه غذاء يعني تم يكون متوسط يعني بس يكون متوسط يعني وجبه رئيسيه قبل المباراه يعني خلال مثلا مع الدجاج مع البوتيتا يعني هيك يعني خلينا نقول تقريبا اقل يعني يقاس الملاعق اي بالضبط المفروض ياخذ من اسبوع الى مسموح له مره الى مرتين ثلاث ملاعق كل وجبه بس هو اكيد كل واحد يسوي دايت راح يروح يجيب اكبر خاشق عن البيت ياخذ اللاعب احنا شعار لاعبين اللاعبين من يتمرنون يحترق يعني ما يقطع بس هو كميات كبيره لا يكون زايد بالوزن اكيد طبعا ماكو اي مشكله قبل ما نحول الموضوع هذا اكيد ثلاث ملاعق لازم تاكلون يا جماعه ثلاث ملاعق جيبوا اكبر خاشوق بالبيت اوكي ثلاث ملاعق يا جماعه اللي وراك يا بس احنا كمدربين لا مفتوحه 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 يعني وجبه الفطور اذا ما بيها تمن يعني ما تعتبره وجبه يعني سمعتي لهذا انت يوم مسوي تمن ومرقع على مود كابتن مهند يلا نكمل وياك اكيد عندنا الرز اللي راح نسويه مسلوق بدون اي زيت او اي دهن او اي شيء ثاني وهذا شيء سهل على اي ربة منزل اذا عندها المكروه بالبيت اللي يسوي دايت مثل ما حكينا على المكروه هذول فتقدر انه من تسلق التمن تشيله على صفحه زيان. وبعدين تكمل العمليه مالت التمن تكون هي طبيعيه يحطوا له زيت او الدهن او اي شيء ثاني انهم يحبوا يسووا احمر او يعني مرات على حسب نوع التمن اللي هم مشتغلي الوان هو ما شاء الله اصفر احمر وتمن باقله وتمن ماش وتمن قلم كل شيء اكو زين تمن شنو؟ تمن قلم هذا عوفه بعدين نحكي بعدين هذه همينه بس سامعه بعدين تعرفوا هذا زين اليوم انا الاسبيناغ راح اشتغله على طريقه بغداد اوكي عندنا الشبزي اللي هو يشتغلوه على طريقه اهل البصره تحياتنا اهل البصره والسبزي اللي يشتغلوه على طريقه اهل النجف تحياتنا ايضا اهل النجف واللي هم يقولون طبق انه اصوله فارسيه لكن دخل للمطبخ العراقي عن طريق النجف وبداوا يسووه ويبرعون به اكيد تمام اللي يختلف السبيناغ عن السبزي لان يعني الشبزي راح يدخل به سلق، اختلاف السبيناغ عن السبزي ودائما انسال عن السؤال هذا، لكن يدخل به معجون. زين.
السبيناغ يدخل بيه معجون، ذاك يخلوا له لوبيا حمراء. السبيناغ تقدر تخلي بيه انه انت حمص، ماكو اي مشكله. فاليوم انا الاختلاف ما راح اسويه على اللحم، راح اسويه على الدجاج. دجاج فنبتعد عن اللحوم الحمراء شوي، راح نسويه على الدجاج. فاكيد راح تاجر السبيناغ والاله اللي هي خاصه بيه، اللي هي الشبث والكزبره والحلبه. زين، هي هذه مكونات السبيناغ الاصلي. البصل انا استخدم البصل الاحمر، يعني تكون حرارته وطعمه اقوى من البصل العادي، فراح يقعد كلش عندي السبيناغ طعمه. واكيد بستخدم النومي بصره، حبه نومي بصره، وراح استخدم ملح، فلفل اسود، وشويه كزبره. استخدم فريش انا، لكن راح استخدم الناشفه ايضا. وعندي طبق جانبي، راح يكون عندي سلطه، سلطه اليونانيه. ما راح تكون عندي ثلاث اطباق اليوم، لانه عندي الطبق الرئيسي هو مرقه السبيناغ وموجود الرز. زين، سيد المائدة العراقية. تمام، فخلي الطبقة الجانبية السلطة اليونانية اللي مكوناتها خس، طماطة كرزية، من توفرت الطماطة الكرزية يقدرون يستخدمون الطماطة العادية، ماكو أي مشكلة. أوكي. وجبن الفيتا اللي هو اللايت قليل الدهون. زين. وشوية من البصل الأحمر حتى ينطيني اللون، يقدرون يستعملون عن البصل الأحمر بالزيتون مثلا، لكن يوم أنا خليت بصل أحمر وشوية من أوراق النعناع الفريش. زين. وأكيد راح تتبل بليمون، زيت زيتون، ملح، وشوية فلفل أسود. هذه مكوناتنا لطبختنا اليوم. شوربه ماكو اليوم؟ لا ماكو شوربه اليوم، يعني عندنا احنا مرقه سبيناغ. الواحد بالبدايه يفتح مرقه سبيناغ، هو ابو دايت يتعامل معامله طبيعيه. بالضبط، متعودين الشوربه هي وجبه رئيسيه. زين، طبعا سوينا احنا كم شوربه. ممكن يعني مو يومين يكون. مو يوم، احنا عندنا مرقه، لانه موجوده مرقه وموجود عندنا رز، فما راح نحتاج الشوربه. عاد شوربه عدس؟ لا، عاد شوربه عدس قد بيها كارب شوربه العدس، هذه العاد شوربه عدس. زين، قبل ما نتحول سؤال، صار كم حلقه ما سويتي لنا حلويات؟ ماكو حلويات دايت؟ لا، اكلوا تمر دايت. تمر يعني هسه قول لي برنامج مو دايت، ما كنت اسالك نسخه. يعني صايمين وفوقها الدايت؟ ماكو مشكله، ماكو مشكله. هو مشكله خطايا، احنا نحكي عن اللي يسوون دايت وهم صيام، فاكيد نعطيهم حلول اكثر من صيام. رمضان، رمضان اكيد واحد يعني من يحس يقول رمضان واحد يضعف. لا بالعكس، لا هو يسمن برمضان، يزيد وزنه برمضان. فاحنا نعطيهم حلول انه شلون يحافظون على وزنهم ويقدرون ينزلون برمضان. شكرا جزيلا. يلا نتكلم لين الطبق خلود، نتحول كابتن، تفضل هناك. اوكي، استريح. الله، الله بالخير. الله بالخير. شلون اجواء رمضان؟ والله هي اكيد يعني احنا بالعراق يعني متعودين على ننتظر رمضان يعني يوم يوم، شهر بشهر. اي بالضبط، اكيد. وتعرف هو رمضان يعني اللمه بين الاهل والاصدقاء، شهر الرحمه والمغفره. اكيد الحمد لله، ونتمنى رب العالمين يرحم بلدنا يعني، يشافي الناس اللي مصابه بالامراض. كنت دعاء كل العراقيين اليوم، الله يخلصنا ان شاء الله من هذه الجائحه ويشافي المرضى ويرحم الاموات. ويعيد بلدنا الوضع الطبيعي يعني ان شاء الله، خلال يعني استقرار العراق. احنا تعبنا يعني، بلدنا تعب يعني، خاصه شعبنا يعاني من هواي امور. صح، ويا رب يا رب العالمين بهذا الشهر الفضيل المبارك انه تستجاب دعوتنا ان شاء الله، تكون ونعيش بداية براحه وبامان. بدايه تكون اكيد. اي والله ان شاء الله. زين، اليوم مهند زيدان ويانا، راح نترك مهند زيدان اللاعب، عندنا برامج خاصه نتحدث عن مهند زيدان اللاعب، راح نتحدث عن مهند زيدان المدرب. من شو وقت بدا مشوار مهند زيدان المدرب؟ بالبدايه يعني كنت يعني بدايه تدريبي يعني في اكاديمي يعني المركز الوطني لرعايه الموهبه الرياضيه. نعم. مع الكابتن بسام رؤوف. وبديت يعني مجال التدريب بهذا المكان. زي. يعني تاسست يعني بالاضافه الى الشهادات التدريبيه اللي حصلت عليها. الشهادات اللي هي شنو؟ السي عندي سي اوروبيه. زين، اخذتها بدوله النرويج، وسي اسيويه. سي اسيويه اخذتها ببغداد، ووراها اخذت البي الاسيويه ببغداد، ومقدم على ان شاء الله. مقدم على اي؟ على ان شاء الله. يعني مهمه جدا هاي التفاصيل، بكل حلقه نتحدث بها، لان هو مشوار المدرب. المدرب هو لازم تدخل مجال التدريب، لازم تدخل يعني الشهادات التدريبيه هي اضافه، هي رخصه عمل يعني. صح، وتضيف لك هواي امور يعني تنظيميه، يضيف لك امور كثيره بالتدريب يعني. تكون مدرب لازم تكون عملك منظم، هاي الشهادات والدورات تدخلها. زين، كيف تتضمن هذه الدورات؟ تتضمن انه السي هي اصلا مهاريه يعني. زين. يعني الاساسيات يعني مناوله الدحرجه، الاساسيات كره قدم اللاعبين خاصه يعني الفئات العمريه. بعدين البي تتطور الى البي، البي هي تدخل بها طرق اللعب التكتيك، اضافه الى التنظيم يعني والتمارين اللي تواجد الوحده التدريبيه. وبعدين الاي هي اللي اعلى دوره بعد يعني قبل البرو. برو برو. زين. هي كلها تبقى تشتغل على التكتيك. زين. يعني تكتيك الفريق، طريقه اللعب، شكل الفريق. يعني هاي تتضمن هاي الدورات، اضافه لورش العمل اللي هي
تضمن يعني بسنه ممكن نقول تكون ورشتين او ثلاثه. هاي تطور معلومات يعني اضافيه من خلال معلومات جديده كل خبر. لو فرضنا انه فلان الناس مدرب ما دخل هذه الدورات اوكي يمشي الحال؟ لو الا يدخلها هو صار واجب على المدرب يعني يعمل اذا ما عنده رخصه. اوكي ما تقدر تدرب اي فريق يعني صح. اذا ما عندك رخصه بالاخص البطولات الخارجيه ما تكون على راس الفريق اذا ما عندك البرو بالذات يعني حتى لو كان لاعب بس هو اللاعب يعني تبقى الشهاده مو يعني شيء رئيسي بس خبره المدرب يعني يكون لاعب صح مدرب هو عباره عن خبره خبره يعني من كان لاعب يعني ممارسه يعني فترات طويله من الزمن يعني يتعلم حتى من كل مدرب يتعلم يعني موضوع مثلا هذا اللي اركز عليه. كمل لي مشوارك، بعد ما تكمل لي مشوارك راح نرجع نتحدث على انه استفدت من المدربين اللي دربوك السابق. شنو استفدت؟ خلينا نكمل المشوار. بدايتي لك مركز الوطني لرعايه الموارد الرياضيه وزاره الشباب الرياضه. بعدها كلمني اخويا وصديقي الكابتن مهدي كاظم. مهدي كاظم تحياتنا. فريق نادي السليخ يعني اكون مساعد مدرب وياه مدرب مساعد. فاني وافقت يعني لان الصيخ ناديه ناديك يعني ما يحتاج يعني فضل عليه يعني صح لاعب يعني بدايه يعني مشوار الخط الاول فالبيت دعوه مباشره يعني اضافه من نادي الصيخ يعني اداره يعني اداره محترمه فالبيت دعوه وكملنا موسم درجه اولى يعني بعد موسم يعني موسمين اتصلوا باداره نادي الصيخ انه اكون انا المدرب الاول يعني الفريق هم بالدرجه الاولى. حلو. يعني استلمت الفريق يعني زين. ومشينا الحمد لله وبعدها يعني نادي الطلبه سوى احتفاليه في شلون ذكرى سنويه نادي الطلبه. اوكي. نادي الطلبه يعني هو نادي ايضا صاحب فضل ونادي بلد اسم منزل. المشجعين والناس انت تعرف اني من النوع اللي مبتعد يعني عن الوسط. تواري بالضبط يعني ما قليل وهاي فشافوني يقول لهم يعني كابتن ليش تبي الصيخ ايش احنا وانا ما عندي مشكله فبعد ما تركت الصيخ توجهت يعني مع الكابتن وهاب ابو الهيل عبد الوهاب ابو الهيل في نادي الطلبه بعد دعم الكابتن علاء كاظم واضافه للجماهير اللي نادي الطلبه المحبه ومثل ما تعرف نادي الطلبه نادي يعني صح. يعني عندي يعني لها فد حب خاص بقلبي يعني واتمنى اخدمها يعني خدموني يعني الجمهور خدمني كلاعب والنادي خدمني كلاعب فانا كنت اتمنى اني اخدم هذا النادي اي طريقه اخدم نادي الطلبه فما يعني ما ترددت نهائيا توافقت الحمد لله مشيت يعني بدون ما تفكر بالعرض المالي او لا 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 هم الناس اعطوني يعني مجرد انه حتى ما يعني ما استلمت رد للجميل يعني اكيد ما تنسى يقدم لك جميل ما فكرت ما فكرت بالحاله الماديه نهائيا لان انا طلبه نادي صح فضل علينا يعني خدمه طول العمر بدون ماده اكيد يعني ما انجازيه فما ترددت يعني مع الكابتن عبد الوهاب الهيل والكابتن احمد كاظم والكابتن بدر شاكر مدرب حراس وكان دكتور ضياء مدرب اللياقه يعني كملنا تعرف ظروف النادي الطلبه شوي الامور الماديه شويه كانت يعني عقلت مسيره النادي بكل المشوار يعني من ذاك الوقت لليوم اي بالضبط فاني بصراحه بعد نادي الطلبه يعني انتهى الموسم كان المدرب الكبير العزيز الصديق الاخ كابتن حكيم شاكر نعم يعني تحياتنا اي فاني متواصل مع كابتن حكيم شاكر انت تعرف يعني كاخ كبير الي اوكي وكقدوه الي يعني كلمني انه بعمان يعني سلطنة عمان على اي سنه؟ بال 2018 17 18 اوكي فقال لي يعني مفكر يعني تكون وياي قلت له انا حاضر الخدمه يعني كابتن حكيم يعني استفاد منك كمدرب يعني صح وتبدأ يعني مشوار تدريبي فاكيد وحلو تبدي باحتراف وسلطنة عمان لبيت دعوه مع كابتن حكيم، تعرف دولة عمان سلطنة عمان دولة يعني متطورة في كرة القدم وبهذا الموسم كانوا هم ابطال كأس الخليج يعني وفريق نادي السويق ادارة موفقة يعني ادارة نموذجية السيد فارس وابو الاعضاء الادارية السيد قاسم يعني وكل ما اذكر يعني بقية يمكن اذكر بعض وبعض يمكن يزعلون ادارة مثالية وفروا كل شيء يعني كابتن حكيم وانه ونادي السويق كان يمتلك لاعبين اكثر يعني لاعبين منتخب عمان اللي حازوا بطولة كأس الخليج الحمد لله الله وفقنا حرزنا بطوله الدوري. حلو. بعد انتهى الموسم يعني انتهى الموسم رجع كابتن حكيم بغداد. هو يعني تعرف كابتن حكيم عنده عروض كثيره عمان يعني كنا معاه كانت عروض كثيره من انديه عمانيه زي. كثيره وحتى بقطر وحتى بالامارات لكنه فضل العوده لبغداد يعني العراق يعني قال يعني اشتاق العراق يعني حب تعرف كابتن حكيم واحنا كنا تعرف حب بلدنا. اشتاق العراق ولا كان ينتظر انه عقد من احد الانديه الجماهيريه خلينا نقول؟ لا هم كانوا يعني عارضين عليه منتخبات وطنيه. منتخبات وطنيه. بس تعرف كان الاتحاد السابق يعني شويه بي يعني اكو بعض الامور يعني ما اعرف انا ما حد يتدخل بها يعني بس اكو امور يعني
أوعدك وما بالضبط. يعني كابتن حكيم كان ينتظر هذا، وتعرف منتخب الوطن يعني الأولوية لها يعني طبعا منتخب الوطن طبعا يعني تعرف وبلدك هذا صح. فكابتن حكيم يعني كان هو يعني شلون يعني قريب كلش يعني حسب أنا قربي له، لكن هي ظروف شات واستخدم المدرب الأجنبي بعد ما مشت الأمور خلينا نقول الزوراء والجوية والبقية يعني هواي فرقة السعودية وفضل يروح نادي الزوراء وقيادته كان زوراء يعني قيادة موفقة زين. وأنا وقتها كنت يعني بالمركز الوطني لرعاية المهام الرياضية استمريت مع اللي يعني تعرف موظف وزارة الشباب الرياضة. فبعدها كابتن حكيم يعني استمر يعني معنا الزوراء فترة بعد انتهاء الموسم يعني. كان بحلقة سابقة تحدثت مع الضيوف قلنا انه دائما يكون العمل بنظام الجروب، المدرب يكون جروب عنده. يوم انت اشوفك جروبك الكابتن حكيم رحت وياه على سلطنة عمان كملت وياه مشوار، لكن لما راح للزوراء ما كنت انت وياه. إدارة الزوراء شرطت على الكابتن حكيم انه يختارون اسماء معينة ولا القرار للمدرب هو اللي يختار الكادر؟ اول مدرب كابتن حكيم كان يعني باتصال يعني انا كنت معاه يعني فانه يفكر المرحلة الثانية اكون معاه يعني فريق الزوراء. مثل ما ترى فريق الزوراء فريق جماهيري فريق إدارة يعني لاعبين الزوراء ما شاء الله يعني هم المدربين هواية من الزوراء. فتعرف النادي كل من يقول اولاد النادي يعني يكونوا قريبين يعني، وانا ما حبيت اسوي ضغط على كابتن حكيم يعني تعرف. فقلت له كابتن اشتغل انا توافقت ان شاء الله والحمد لله مشت امور النادي الزوراء واخذ كاس العراق وكان في سيرته ناجحه مع النادي الزوراء. وكل نادي شلون بيطلب مثلا اولادنا طلب اوكي الاولويه لابناء النادي صحيح شيء حق مشروع يعني صحيح اكيد يعني تعرف مدربين الزوراء ما شاء الله يعني لا هم نادي دام قول على الزوراء شلون يجي لا بالعكس يعني جمهور الزوراء كل جمهور العراق يعني تحيه خاصه لهم يعني جمهور طلب اكيد فريق الطلبه الجوي لعب الجوي موسم تقريبا جماهير الجويه والزوراء النادي الجماهيري يعني الشرطه ما يحبوك الشرطه بالعكس يعني لعبت فتره قبل ما احترف كان مع الكابتن المرحوم احمد راضي لا هو اتذكر عندك جولين بخمس دقائق يمكن يعني الكابتن ما داش بالشرطه دائما اقول عليهم. فجمهور الفرق كلها الحمد لله انا علاقتي بهم طيبه كلش يعني زين وكنا كل احترام يعني فرق تعرف انت الزوراء والشرطه والجويه والطلبه هذول مكانه خاصه صحيح يعني تقدر تحكي عن نادي هذا عنده قاعده جماهيريه فاكيد يتاثر النادي عندي كبار يعني عندي يعني هم ملح الدوري يعني اذا موجود نادي الطلبه فما تشوف يعني هاي المنافسه ما تشوف الجماليه بالموسم تحس بقلبك يعني تقول يعني صحيح. المربع الذهبي زوراء شرطه طلبه جوي اضافه الى فرق الميناء نتحدث عن وجعك والمك باتجاه الطلبه كمل لي كابتن حكيم راح للزوراء انت بالمركز التخصصي اكيد اوكي بعدها يمكن المركز التخصصي اول عرض او اول فريق دربته بالدوري العراقي مع كابتن عادل نعمه مع الكابتن عادل نعمه نادي القاسم نادي القاسم أكيد. اوكي نادي القاسم نادي شاب نادي فتي جديد على الدوري ممتاز لكن يعني بكلام وشهاده المتابعين انه اسم او عنده لاعبين او عنده امكانيات وجاره بعض الفرق الجماهيريه وجاره الفرق الكبيره بديتوا بداية جيدة تخبطات أمور شنو اللي صار وياكم اليوم الإقالة أو الاستقالة بالبداية إقالة أو استقالة بالبداية تحية لكابتن عادل نعمة المدرب الشاب الكبير يعني صراحة عادل نعمة صديقي يعني نعم تحياتنا أشرف عمر تحيات يعني من زمان بالنادي علاقتنا علاقة يعني قوية حلو. يعني من أصدقاء يعني من الطلبة فترة طويلة يعني مع الطلبة بصراحه هو سبقني بالتدريب يعني صار له تقريبا 10 سنوات او اكثر يعني مدرب في نادي الحدود درب اكثر من فريق الوسط درب نادي نفط النيسان درب يعني فرق كثيره يعني وكان ناجح مع كل الفرق اللي دربها اضافه الى تكلمت مع كابتن عادل تعرف علاقتنا بالتواصل احنا دائما بالتليفون فانه استلم فريق قاسم فقلت له تجربه يعني ممكن هي مجازفه فيها نوع من المجازفه لكن أوكي. انا اتحدث عن التحديات اتحدث عن هاي الامور اليوم من تستلم فريق انه هو مو بالصف الاول ولا بالصف الثاني خلينا نقول فرق ثم ذكرت قبل قليل فريق فتي فريق جديد على الدوري هو فريق من الفرق المحافظات وفقير ماديا هو تصوبي ليش جازفته يعني؟ اتصل وتصوبي اكثر من مره اداره نادي قاسم فرفض هو بصراحه يعني ما به امكانيات يعني نادي قاسم ما به امكانيات يعني من نجاح المدرب اوكي لكن بعد اكثر من مره يعني اتصلوا بالكابتن عادل يعني هو حسب ما انا اعرف جاء المستثمر السيد حسين الرماحي حسين الرماحي الرجل داعم هو من القاسم من القاسم تكفل انه يعني يكون عادل نعمه كابتن عادل نعمه مدرب الفريق فاتصل بي يعني وثق بي وتباحث فيها بعض الامور فقال يعني شلون يعني انه طلب منا طلب يعني كاخ وكصديق يعني وعلاقته بي يعني زينه
انه يكون نادي قاسم يعني هو مدرب يعني الفريق، ولازم الفريق يعني تشتغل يكون يقدم في مصاف الدوري النخبه. هذا كان اتفاق مع الكابتن عادل نعمل السيد حسين رماحي. كابتن عادل تعرفه يعني انسان طيب يعني اللي قريب علي يعرفه شنو يعني صاحب قلب نظيف قلب طيب يعني ومن تنخاء يعني ما يتردد يعني حتى لو تكون مجازفه فقبل بالمهمه. فبدايته فرحنا يعني نادي قاسم، اكيد الناس جمهور محب نادي قاسم، فريق جماهيري، فريق منطقة كاملة إضافة لمحافظة بابل، يعني يمتلك جمهور يعني متعصب، جمهور شغوف يحب فريقه، مجنون في حب، يعني جماهير محبة لنادي قاسم بشكل مو طبيعي. صح بصراحة دعمونا يعني لجنة الدعم والإدارة النادي، إدارة يعني ناس طيبين يعني إدارة مثالية، لكن تعرف المادية الحالة المادية كانت ضعيفة جدا في نادي قاسم، لكن بعد قدوم السيد حسين رماحي خلى الامور الماديه شويه تكون سهله يعني ومتيسره. وبعد ما استلم كابتن عادل يعني كان الفريق في المركز الاخير 7 نقاط، استلمنا الفريق. تعرف الفريق اول مره يلعب دور النخبه، كان فريق يعني هذا قصدت له البدايه يعني شباب اول مره مجازف فرق محافظه. اوكي تعرف دور النخبه مو في الدرجه الاولى، النخبه فرق كلها معده يعني صعبه، فرق مجهزه حالها، لاعبين ذو خبره. نعم فتعرف احنا قبلنا التحدي، هم كان يعني طموح النادي انه يبقى بالدوري النخبه ما ينزل يبقى ما ينزل درجه اولى، فقبلنا بالمهمه والحمد لله حصلنا على 15 نقطه، صار الفريق مركز 17 و16 وصلنا ب 22 نقطه، يعني 15 نقطه حصلنا، فزنا على نفط الوسط في ملعب النجف، فزنا على نادي نفط ميسان في العماره. قبل ما اجاني كانوا مع اول استلام كابتن عادل نادي بغداد في ملعب التفل، بعدها تعادلنا مع زاخو ملعب زاخو، تعادلنا مع النجف في الكفل، تعادلنا مع تعتبر نتائج ايجابيه اكيد فريق القاسم قلت لك زين كان المركز الاخير. راح نوقف ونروح الفاصل، بعد ما نرجع من الفاصل راح نتحدث لعد ليش تركتوا نادي القاسم وشنو اللي صار اذا على كلامك انه كانت نتائج ايجابيه هذه واستقاله ولا اقاله. راح نروح الفاصل وبعدها على خير نتواصل، فاصل ونواصل. عودة من جديد احبتي المشاهدين، انت كنت باقي مشوار مطبخ المدربين لهذا اليوم. توقفنا مع الكابتن مهند زيدان اثناء حديثنا تدريب نادي القاسم، وتحدثنا وياه قلنا نهايه المشوار استقاله او اقاله. قبل ما نرجع ونتحدث خلينا نشوف شيفنا ووين وصل باكله. خلود شنو تقريبا خلصت يعني التمن والمرقه مال السبيناخ، التمن مثل ما قلنا سلقناه بس مجرد سلق، وحتى لا يلتصق عندكم التمن اثناء السلق لانه ممكن راح يضبط السلق مالته، لازم تكون كميه المي هوايه. يعني مثلا اذا راح اسلق كوب تمن او كوبين تمن لازم يكون تقريبا اذا على الحجم هذا مال الجدر لحد 3/4 يكون بيه مي. اوكي. حتى انطي مساحه للتمن انه ياخذ يضعف الحجم مالته وبنفس الوقت ما يكون نسبه النشا كلش عاليه فيلتصق عندي حبات مالت التمن. او اضيف قطرات بسيطه من الزيت داخل المي. قبل ما تخليني تمن قبل ما اصفي داخل المي، المي اللي هو خاص بالسلق اخلي ملح واخلي قطرات من الزيت اضيف بيه التمن، وبعدها اصفي وما اخلي اي دهن، اي دهن ما اخليه، واخليه يتهدر على نار كلش بسيطه حتى انه يروح البخار اللي نتج عن السلق. حلو. بالنسبه للسبيناخ مثل ما تشوفون او مثل ما شافناها اوكي انه اللي سويته اني راح يفطر هسه الريحه طلعت بالضبط، خليت البصل على فكره كلش طيب طعمها راح تصير يعني ان شاء الله يعني ضامنا انه كلش طيب، لا كلش يعني. طيب طعمها اعرف ايش اسوي اوكي. انه اهم شيء بمرقه السبيناخ زين انه انت طريقه تدرج الشغل مالتها. اها اوكي، فانا اللي سويته خليت البصل زيت الزيتون وبعدها ضفت قطع الدجاج، ضفت لها الكزبره الناشفه والفلفل الاسود وخليته نوع البصله وخليته انه يتسهى او يحمس مثل ما احنا نقول ببيوتنا على نار ناصيه لحد ما انه تكرمل عندي الدجاج او تغير لونه. وبعدها ضفت الاله الخاصه بالسبيناغ اللي هي تتكون من الحلبه والكزبره والشبن، ضفتها لحد ما تغير لونها ولحد ما يعني تسهد زين. وبعدها ضفت السبيناغ له وخليته على نار ناصيه كله انطبخ مع بعض وتغير لونه ونشف المي الناتج عنه لانه من الورقيات اكيد راح يكون بيه مي، واثناء غسلها مرتين راح يكتسب مي لحد ما حسيته نشف. يلا خليت ضفت المعجون اوكي، ملعقتين معجون ضفت وضفت الحمص، اكيد يقدرون يقللون من كميه الحمص او يضيفون اللوبيا ماكو اي مشكله زين. وبعدها ضفت المي وخليتها على نار ناصيه لحد ما تتسبك عندي وتوصل القوام اللي انا احتاجه، اوكي؟ يقدرون يملحون بهالمرحله هذه او يقدرون يملحون بعدين ورا ما يخلصون الاكل مالتهم، بما انه هي يعني خلينا نقول
من يعني مرق فيقدرون يملحون بعدين لانه بيه سوائل ما بي اي مشكله، لكن الرز لازم التمليح مالته بالبدايه لانه اي ملح ثاني راح تخليه عليه ما راح يكتسبه بصوره صحيحه. وهسه بعدين راح نبدا نسوي السلطه مالتنا اللي احنا حكينا عليها. ايش صار وقت للتمن والمرقه الاسبانيه؟ يعني ما طول عندي تقريبا 10 دقائق 10 دقائق ساعه ما شفت تتكلم. سهل سهل جدا كابتن، جدا سهل. يعني نقدر نقدر اي واحد يطبخ بالبيت بالضبط. فاحنا بدنا نسهل على الشباب جد يقول لهم بالبيت جد سهل يعني وقته قليل كلش وقت قليل. شفت انا هسه اي عمل بالدنيا اذا نظمته صح راح يكون الوقت صحيح والنتيجة راح تكون جدا صحيحة. سمعت مولاي؟ تنظيم صحيح راح تكون النتيجة عندكم صح ومو متعبة. برافو عليك والله. صعوبة. يلا ارجع لك كابتن وارجع لك. بس نحكي على السلطة بصورة بسيطة حتى ترجعون. اوكي. سلطة قلنا احنا الخس والبصل والطماطة استخدمت اليوم الكرزية تقدرون العادية والجبن. راح نبدي نشكلها يقدرون انه يخلطوها يسوون ميكس. أوكي. وبنفس الوقت يقدرون يستعيضون مثل ما حكينا عن البصل بشرائح الزيتون. هسه راح تسوي الميكس؟ لا انا هسه اخر شيء انه احنا نسوي الميكس وبعدين نتبله حتى يذبل عندي الخس. اوكي حلو. اوكي؟ حلو تمام. نرجع لك. نرجع لك. كابتن نستثمر الوقت. ارجع لك وين وقفت وياك. نادي القاسم. ليش افتو؟ ايش صار؟ فريق انا قلت لك وطموح كان يبقى بالدوري النخبه. وكابتن عادل وكنا مخططين انه يعني الفريق يبقى بدوري النخبه يعني المهمه مو صعبه يعني. لكن مثل ما تعرف صار تعرف فريق جماهيري يعني فريق جمهور يعني عنده جمهور عنده ناس والجمهور مؤثر يعني اكو مثلا يعني مو كلهم محبين نادي القاسم صراحه وتعرف فريق المحافظات يعني يحبون يكون مدرب مثلا يعني من المحافظه اللي بيها هم يعني محافظتهم يعني مثلا اوكي فظهر اكو صار فد اختلاف يعني يعني حسينا بهذا الشيء يعني اوكي من الجمهور ولا من الاداره؟ ترى من لا الاداره بالعكس الاداره ما لهم اي دخل يعني الناس طيبين مثالي حتى الجمهور طيبين مثالي بس اكون مثل ما تعرف مين؟ مين لا لا من الجمهور اللي مو قلت لك نادي القاسم فريق مو قلت لك من الجمهور قلت لا مو من لا لا الجمهور هم اللي ضغطوا على الاداره اوكي وضغطوا على سيد الرماحي اوكي يعني حسب كلام الرماحي وكابتن عادل يعني شاف الوضع اختلف يعني التعامل كان مع كابتن عادل جيد جدا لكن أوكي. بالمباريات الاخيره المباريات الاخيره يعني حسينا اكو فد شيء مو طبيعي كابتن عادل يعني مثل ما تعرف يشتغل بحرص يعني تفاني يعني بالتدريب وظلينا مستمرين الحمد لله لكن بعد فتره تضحت الامور انه الجماهير بعض الجماهير وليس الكل يعني انا اعتقد مدفوعين يعني اكو ناس دافعتهم يعني من نادي القاسم مو أوكي. يعني هم الاغلبيه داعش على بعض الجمهور يعني يفسروا نادي القاسم ناس طيبين ناس محبين بس البعض منهم مؤثر يعني وتعرف السيد الرماحي يعني هو رجل مستثمر زين وجاي يعني هو الانتخابات يعني رجل يعني يعني مدينه القاسم كلهم معه فاكيد يصير مع راي الجمهور يعني صح البعض راي الاغلبيه اكيد يعني حتى يعني هو كان يعني مقهور يعني جدا حسب ما كلمني كابتن عادل انه كان متمسك بكابتن عادل وبالكادر يعني بالجهاز الفني لكن تلبية رغبة بعض الجماهير يعني اللي كانوا يفكرون بتغيير كابتن عادل النعمة وكابتن عادل هو اللي حاسب الموضوع فقدم اعتذار للفريق اكيد يعني من كلهم كل الاحترام والتقدير يعني ناس طيبين ادارة نموذجية مثالية طيبة بس امكانيات المادية محدودة جدا عندهم يعني جدا يعني صور جد دعم هم اللي ناس اللي بعض المشجعين النادي يلمون بعض المبالغ يعني رواتب بعض اللاعبين اللي مثلا يساعدون النادي كانية ضعيفة جدا لكن السيد الرماحي هو الرجل اللي تكفل بالمحترفين تركت النادي انتو؟ ترك النادي انتو تركتوا النادي تركنا يعني برضاكم يعني برضاكم اي برضانا اكيد يعني انا أوكي. بالعكس انا تربطنا علاقة طيبة بالادارة وبالسيد الرماحي وحتى بالجمهور يعني جمهور القاسم يعني اصدقائنا واخواننا يعني ناس محبين بقول لك كل بعض منهم يعني مغرر يعني بهم يجوز مثلا هم اللي يقول لك يعني يحب الفريق يقول لك انا اريد افوز على الطلبه صح اريد افوز على الزوراء اريد افوز على الجو طموح يعني هم صار طموح اكثر يعني صعدوا بطموحهم يعني انه يقول لك صار طموحهم صعد اكثر من مباراه مع الطلبه يعني. كل شاهدها مباراه الطلبه يعني مباراه يعني كان نادي القاسم يعني اداء جيد اداء راقي ضربه جزاء نجي لهي المباراه يمكن المباراه الاولى اللي يوقف بها مهند الزيدان هو مدرب اول اكيد كابتن عادل بصراحه يعني تحياتي له وصيام مقبول ان شاء الله يعطي الصحة والعافية، يعني بعض ما حريص جدا، احنا كلنا يعني كحرص بس هو حريص يعني بحيث يفقد من غيرته وحب الفريق. زين مثل ما تعرف فريقك يعني تعب اسبوع كامل او تدريب فترة يعني قبل المباراة وتجي بمباراة ولحظة من لحظات حكم مباراة مع احترامات الحكام يعني مو قصدي يعني احنا برمضان شهر التسامح ولا
البعض حكام اخطاء تصير بشر يعني صحيح. اخطاء وارده لكن تظلم فريق يعني. تظلم فريق باخطاء يعني مؤثره وجهد الفريق وجهد المدرب فتعرف المدرب يعني ما يتحملكم حريص عصبي بالضبط اكيد فهو من النوع الحريص جدا فيكون من بعض المرات يعني صوته عالي بس هو صوته مو متجاوز الحكام تعرف مثلا تعرف حكام شباب اغلبهم يعني تعاملهم مع المدرب شوف احنا قبل كانوا الحكام قبل كنا لاعبين وكنا مدرب كانوا اصدقائنا يعني هم لحدنا اصدقائنا واخواننا يعني بس خبرتهم قليله اوكي المفروض يتعامل بروح قانون صح. مع المدرب يعني تنبيه يكون ابتسامه يكون هو لا يكون مشدود صح. يعني يجي الحكم بصوره يعني على المدرب يعني يعصب يعني هو المدرب عصبي يعني هم المباراه بصفحه ويجي يعني مدرب يعني اكون قريب اكون قريب يعني كابتن يقول لك لو من حرصه على الفريق بده يحكي ما بده يتجاوز وبده يحكي بالقانون انه هاي مفاوض هذا مو اهمال هذا مو تهور احنا بدرس قانون تحكي انه اكو حالات المدرب كان عنده ثقافه بيها كابتن مع المدرج مهند زيدان قاد نادي القاسم لاول مره اول مباراه مهند زيدان على راس الفريق مهم كنت انا وكابتن عادل كان المفروض زين الطلبه تواجه الطلبه والطلبه واصعب ظروفه شاهدنا حتى اثناء المباراه لما سجل لاعبي الطلبه دموع اللاعبين ومباراه مشدوده صعبه جدا كانت الطلبه انا اتحدث عن مهند زيدان شنو شعوره اليوم الطلبه بهاي المباراه كان راجع لوضعه يعني بعد تغيير الاداره السابقه تحياتنا الكابتن علاء كاظم والناس الموجودين اشتغلوا يعني واجتهدوا لكن هي حال كره القدم قدوم الهيئه الاداريه الجديده يعني وفرت كل شيء يعني مبالغ الماليه للفريق كانوا باللاعبين عقود اللاعبين وكانوا وزاره التعليم على حسب ما اعتقد كان متصرف يعني زمن اداره الكابتن علاء كاظم لكن هسه من صار التغيير نطوا يعني وكانوا قبل المباراه حفزوهم يعني قبل مباراتنا مع نادي الطلبه كانوا تحفيز نادي الطلبه وتهيئة اللاعبين وبدت يعني مباراتنا يعني كانوا بوضعهم يعني نفسيه جدا جيده وكانوا متحفزين مباراتنا لكن هي بالمباراه الشعور مهند زيدان انقهر اكيد انا كلاعب نادي الطلبه السابق مثل ما تعرف نادي الطلبه يعني صح فضل عليهم بعد رب العالمين جمهورنا الطلبه تحياتي لهم ناس محبين نادي الطلبه واكيد كنا وكل اكثر مشجعين نادي الطلبه يعني احنا كلاعبين نشق هذا النادي اضافه للجمهور هو اللي ان انا تحدثت قبل مباراتنا مع نادي الطلبه قلت لهم نادي الطلبه فريق كبير حتى لو يمر بازمات لكن باستطاعته العوده زين لمصاف الدوري الصحيح يعني يكون يعني فريق ينهض يعني أوكي. مو اليوم باكر غالب اثنين وتخسر ثلاث احنا مباراتنا كنا اغلب المباريات يعني ادوا اداء نادي القاسم تعرف لاعبين شباب لاعبين تقنون الخبره ادوا مباراه كبيره يعني بصراحه كنا مباراه يعني مباراه طلبه مباراه اداء يعني بعد فترة التمرين يعني ونعرف عن مفاتيح القوة والضعف في نادي الطلبة أكد عليها كابتن عادل أكدنا عليها وأثناء المباراة يعني سجلنا هدف الأول لكن بعدها ضربة جزاء لنادي الطلبة سجلوا التعادل بعدها كانت ضربة جزاء لنا هاي ضربة جزاء اللي صارت يعني كانت تغيير مسار المباراة لكن لاعب ما هذا قدمته بهدف يعني. ما توفق يعني بتسجيلها بعدها سجلنا هدف ثاني توفقنا بها فالمباراه كانت مستمره يعني وبايدي يعني فانا حتى تكلمت مع الاداره اللي كانوا يعني مرايا كابتن عادل على اتصال بالتليفون انا اوكي فدارت المباراه باقي الشوط الثاني قلت لهم هاي المباراه تحسمها اللاعبين الخبره بهاي المباراه البقل من الوقت تقريبا اكثر من نص ساعه عندك لاعبين خبره؟ لا ما عندي لاعبين خبره مو موجودين ابدا شلون مشت الامور لا اي فاكيد هم اللاعبين قلت لك شباب مندفعين لاعبين يعني ادوا ابطال يعني لكن تعرف اخطاء فرديه صح يعني مدرب ما ينزل مثلا يعني مدرب فريق ينزل ضربه جزاء او مثلا اكيد لا يعني يسجل هدف او مدرب يقطع كوره ما بيدشي بهذا الموضوع او مثلا مدرب يعني مدرب ينزل يعني مهاجم يدخل بالمناطق خطره ما يقطع كوره من عنده كابتن هاي المباراه تاثر على مشوارك انه مثلا قضيت هاي المباراه كنت متقدم بهدفين ورجعت خسرت محسوبه اوكي كابتن عندنا معناته تواصل وياك لكن بالوجه انت كنت موجود هي المباراه بالعكس هاي المباراه يعني انطت يعني حافز دافع لسمعة كبيرة اوكي للمدربين نادي القاسم اوكي ولا نادي القاسم حلو يعني كانوا فرق قبل يجون نادي القاسم الفرق اللي الدوري يعني زين كان نادي القاسم يعني نادي مغمور يعني الفرق تقول لك انا اجي افوز على القاسم وقت حسابها قامت تحسب الف حساب بعد تغيير ما بديت كلامي يعني النتائج الايجابية اللي حصلها الكابتن عادل الفريق تغير يعني قام يأدي قام يعني اكو يطبق واجبات يعني تعرف لاعبين الشباب وليش لاعب خبره؟ اللاعب الخبره من يتكرر بالدوري صح من يتواجد بالدوري النخبه اكثر من سنه اكثر من موسم فكل موسم يكتسب خبره يؤدي اداء افضل زين ما بعد نادي القاسم مهند زيدان وين؟ يوم 6 وياي انا شاكر حضورك
شنو المشروع الجديد؟ حاليا والله انا اتصل بي يعني مع الكابتن حكيم شاكر يعني بعد انتهاء مهمتي مع نادي قاسم. وكابتن حكيم مثل ما نعرف الكل انه بعمان، انا بصراحه استاذنت من عندي يعني قبل ما اروح نادي قاسم. أوكي. يعني قلت له انا مع كابتن عادل نعمه يعني قبل فتره يعني او قبل توقيع العقد مع يعني ذهاب نادي قاسم. فتعرف ادبيا لازم يعني مدربك يعني لازم تكون يعني تستاذن من عنده. فكابتن حكيم يحبني يعني يحب التوفيق لي يعني دائما، فشجعني على خوض تجربه مع كابتن عادل نعمه واتمنى له الموفقيه. يعني هو رجل يعني كان الدعم الاول لي. وبعد انتهاء مهمتي مع نادي قاسم اتصل بي هو قال لي يعني خلاص ما عندكم شيء ترجع ان شاء الله. ايش تعلمت منه؟ ايش تعلمت كابتن حكيم؟ ايش ضاف لك؟ والله كابتن حكيم ما شاء الله عليه يعني انا يمكن شاتبي مجروح يعني هو، بس رجل يعني قيادي، رجل نظامي يعني منظم بعمله، رجل مجتهد يعني هذا عمره يعني هذا عمره وتشوفه يعني يقول لك متابع. اسال نجرب ولا تسال حكيم. اليوم الكلام المتداول انه الكابتن حكيم يعني عذرا للكلام انه الفكر التدريبي مو هذاك الفكر الواسع، لكن انه ياخذ اللاعبين بالحماس، ياخذ اللاعبين بالروح، هذا ايضا جانب نفسي عامل مهم جدا. لكن اليوم مثلا كتكتيك يقول لك بعض المدربين افضل، انت مشتغل وياه، اسالك هذا السؤال اساله. شوف كل المدربين انا برايي وايد كل حياتي تجاوب. لا امانه يعني امانه كل يشاهدون، كل الناس يشاهدون خاصه الرياضيين المدربين. شوف المدرب اكو مدرب شاب عنده فكر جديد زين، بس انا برايي المدرب الجيد، المدرب الممتاز، المدرب اللي يمتلك خبره او خزين اوكي من التدريب، ايش قد ما يكون عمره التدريبي يكون مدرب جيد زين. يعني هسه مثلا انا كمدرب شاب أوكي. يعني اكو اشياء مثلا يعني بس اكو شباب حققوا انجازات ومحققين انجازات ممكن تصير شايب، بس مو يعني ما نقول بس هو المدرب يكون فكر جديد، لكن المدرب اللي يمتلك خبره اكثر. كابتن اليوم احنا من نتحدث دائما نضرب امثله بالفرق الاوروبيه لان نطمح انه نصير ولو شيء شويه من عندهم. اليوم اسماء كثيره الرياضي وتعرف ومتابع للشان الاوروبي، جوارديولا وغيره، اسماء زيدان و اسماء شاب فرضت تكتيكها الخاص. شوف هسه كلامك، فكرها الخاص فرضتها يمكن بسنه او سنتين. شوف انت كلامك، اي مدرب شاب عراقي يروح يخوض تجربه، انا رحت اوروبا شفت يعني زين باوروبا يسوق احسن مدرب. هناك يحاربون بس نفس الوقت فشلوا هواي، هناك ما يحاربون الناجح. لا ما فشلوا شباب هواي بالاوروبا، ما اعتقد اكو مدرب بالفريق الالماني يمكن 27 سنه زين وكان منافس الفرق الدوري الالماني من اصعب دوريات بالعالم الفرق الالمانيه، مدرب شاب يعني مدربين شباب اغلبهم، مدرب راح باريس سان جيرمان يعني مدربين نقول يعني كابتن اكو لاعبين يعني مثلا اضرب لك مثال مثل سيدوف ميلان اعطوه مهمه تدريب فشل، انزاكي فشل، بروكي فشل، ماكو مدرب كل واي اسماء فشلت يعني ما علمك اسماء هم كلاعبين كانوا نجوم بس دربوا واشتغلوا مع منتخبات يمكن سيدوف مع الكاميرون مع كاميرون فشل ايضا يعني فهي مو هي تجي يعني اكو فرق اقوى منك يعني تسال مثلا مدرب مدرب جوارديولا مثلا مدرب مانشستر سيتي مو مثل ما يدرب فريق اوكي ضعيف اوكي انا يعني هو بديت كلامي وياك حتى من تحاول على الموضوع أيه. انه اول تدريب له هو كان ويا برشلونه ونجح أنا جيت فريق كبير ونجح. انا جيت انه اكون يعني اصنع لاعبين افضل لاعبين بالعالم، مصنعوني كافضل مدرب بالعالم، ادواتي اللي عندك اوكي يعني سي مدرب بالعراق يعني من يجي يشتغل يعني كابتن عادل نعمه كمثال يعني وكابتن حكيم شاكر كمثال انه اشتغل مع فرق زين الجيش الدفاع أوكي. الجوي فرق يعني ضعيفه ما عندها امكانيات ونجح بها بالاضافه للمنتخبات اللي زين. دربها برايك جاز إلي. برايك اللاعب ضروري يكون مدرب ولا مو هو مو موضوع او المدرب الا يكون لاعب؟ لا مو شرط انه مثل عندنا حاله استثنائيه مورينيو مترجم صار مدرب. لا هي تصير مورينيو هم لاعب كلنا بس اللي تصير بس حالات استثنائيه قليله زين. يعني المدرب اذا كان لاعب خبره اللي كان لاعب يحس في كل اوكي كل حركه في المباراه، اللاعب من يدي حركه صح. انت من كنت لاعب تشوف هذا الباس بخارج القدم تقول هذا ما يسوي بس اللاعب اللي مهارته عاليه، بس اللي ما لعب كره قدم يقول هذا باص عادي يعني مثل مساله طبيعيه. مدرب الحراس من نشوف احنا مو مدربين حراس، من نشوف كره عاليه مثلا يمسكها احنا ما نقول هاي كره بسيطه، بس هو يقول يعني المدرب الحراس في قياسات ثانيه صح، فلازم يكون يعني زين. من المراكز الخمسه حراسه مرمى، خط دفاع وسط، وخط الهجوم، رايك يا مركز اكثر شيء ينجح به المدرب انه هذا اللاعب لعب في المركز راح ينجح كمدرب؟ شوف هو كل مدرب دائما يكون مدافع يشتغل على حالات دفاعيه اكثر شيء، لكن بالدوري العراقي الفرق الضعيفه يعني المتوسطه تامن دفاعها
هذا الشيء يعني يشتغل بالمضمون، يعني مو كانه كمدافع لا لا، بس يقول لك انا امكانيات لاعبين عندي مو مثل الزوراء والجويه والشرطه والطلبه انه يبادر بالهجوم، يعني فريق خمر الطلبه خمر يدافع مع نادي قاسم او مثلا خمر يدافع مع نادي النفط او اي نادي اخر، فالفرق الجماهيريه تهاجم، ليش عندك امكانيات لاعبين لاعبين منتخب لاعبين خبره، لكن كل فريق لازم توضع طريقه لعب او اسلوب لعب تناسب الادوات اللي عندك. ارجع للسؤال كابتن حكيم من افضل المدربين بالعراق، ولذلك اكثر من تجربه نجح بها في الجانب النفسي، كل المدربين بالعالم يعملون على الجانب النفسي، لان انت لو تكون افضل مدرب بالعالم وعلاقتك مع اللاعبين نفسيا مع اللاعبين غير جيده ما تنجح نهائيا. صحيح. الاسماء اللي دربتك ايش استفدت من عندهم؟ كنت لاعب بصراحه طبقه راح تقدر تطبقه ولا وقتكم وقت وهذا وقت ثاني؟ لا لا، هو كرة القدم في تطور اكيد، لكن تبقى نفسها يعني اساسيات اللعبة. اساسيات كرة القدم تبقى نفسها. اول شيء بصراحه مدربين كبار، انت حياتي كل المدربين اللي عملت معهم كلهم اصحاب فضل علي، الاكثر بعد العالمين الاكثر بصراحه الكابتن يحيى علوان. يعني انا ما اقدر اذكر يعني مدربين بصراحه، كل انا كل مدرب عملت فيه يحيى علوان كانوا الجمهور يقولون يحبه مثل ابن المهند زيد. منو؟ ويحيى علوان اكيد، يعني هو كابتن يحيى تحياتنا له، كابتن اكرم سلمان، كابتن ايفو ديشو، كابتن حكيم شاكر، انا اشتغلت وياه كلاعب، هو المدربين يعني، والمدرب اللي ظهرني يعني بصراحه الواجهه هو الكابتن سعد جميل، تحياتنا له. يعني مدربين يعني رجل يعني انسان اكاديمي، انسان تربوي، انسان تعلمت منه كثير يعني. كابتن سعد جميل تحياتنا له، اضافه المدربين الكل اللي منهم جابر، المدربين اللي عملت معاهم يعني كابتن عامر جميل، كل المدربين اللي اشتغلت معاهم يعني عذرا الاسماء، كابتن نزار اشرف. زين، طموح كابتن مهند زيدان تدريب اي فريق؟ خلينا نقول طموح متاح هو، لكن تحتاج عمل دؤوب او حظ، يمكن انا اؤمن بالحظ، ما اعرف بالحظ او لا. لا لا، مدرب بالاخص باستلام الفرق، يعني مو بس بتسيير المباريات. المدرب يعني لما يكون محظوظ صعبه جدا، مو صح؟ اكيد الحظ له دور رئيسي بالمباراه. طموح يعني برايك لمن تريد توصل؟ والله يعني انا هسه حاليا اكيد وكل مدرب عنده طموح يعني يوصل الى اعلى المستويات. اكيد انا كمدرب يعني بعدني يعني كبدايه طريق يعني ابقى اتعلم. تبقى تتعلم اكيد يعني هاي الفتره يعني بعد ما استعجل الفرصه. اضافه المدربين اللي عمل معاهم يعني كابتن عادل نعمل، كابتن حكيم شاكر، يعني مدربين يعني على مستوى عالي يعني، وكابتن حكيم شاكر له خبره كبيره يعني في كره القدم. اكيد ابقى اتعلم، ومن تسنح الفرصه لي ان شاء الله بالمستقبل، نقول ما نقول المتوسط يعني ما نقول قريب جدا، لا بعد فتره ما مستعجل يعني، فرصه ان شاء الله تجي وتوفيق من رب العالمين. كلش ما مستعجل يعني حسب كلامك، يعني حتى تقول راح ابقى اتعلم، يعني يجوز واحد ثاني راح يقول لا اطمح مثلا ابدي ويا فرق الله درجه اولى، او ابدي ويا فرق ممتازه بس خط ثاني او خط انت ثاني. انت قلت لي على الموضوع المدربين، الاقاله والاقاله. نعم. الحلقه الاضعف هي المدرب. المدرب اللوم يعني بس على المدرب والحالات النفسيه، المدرب اللي يكون بوضع الفريق سيء الله يساعده يعني يكون يعني انا كمدرب مساعد يعني تقهر بعض المباريات، يعني اخطاء فرديه بسيطه يعني لا من قصدها والحكم من قصدها يروح جهد فريق، هذا شيء صعب جدا. فانا اقول المدرب مهمه شاقه، والله يساعد كل المدربين تحياتنا لهم. زين، وان شاء الله توفيق للجميع. راح نروح الفاصل، وبعد الفاصل راح نتحدث بشيء موضوع بسيط حتى نحول للشيف خلود ونشوف وين وصل اطباق اليوم. نروح الفاصل وبعدها نتواصل. رجعنا بعد الفاصل احبتي المشاهدين، وقبل ما نتحول للشيف خلود ونشوف الختام وياها كابتن مهند، بدينا الحديث انه الطلبه والطلبه والطلبه، ما تشوف روحك انه بدايه الطلبه لازم تنتهي ويا الطلبه؟ اكيد ما تحب. سالتك انا قبل شويه قلت لك انه وين طموحك، ما قلت لي ادرب طلبه. لا لا، هو ابواني ما يصير يعني كمدرب، انا بخدمه نادي الطلبه. من هسه اقول لك اياها من هذا المنبر، النادي الطلبة صح فضل عليهم بعد رب العالمين، يعني اكيد هذا النادي يعني احب اخدمه باي مكان. زين. بالتدريب كل شيء، يعني هو نادي صح فضل علينا كلنا، احنا كلنا كلاعبين نادي الطلبة. هسه لاعب نادي الطلبة السيلة يقول لك انا هذا النادي يعني احب اخدمه من اي مكان اتواجد فيه. فانا خدمة نادي الطلبة يعني يحتاجوني باي وقت انا يعني حاضر. يرجع الطلبة شو تقول؟ اكيد طبعا. يرجع؟
اكيد نار طلبه فريق كبير بجماهيره، فريق كبير بالناس اللي موجودين والناس الداعمين، يرجع اكيد نار طلبه. تقييمك الافضل مدرب حاليا بالدوري العراقي حتى نتحول؟ والله مدربين يعني ما اقدر اظلم احد يعني. برايك، برايك الشخصي الاغلب انا اسب باعتقادي هو المدرب يقاس نتاجه. زين. المدرب كابتن ايبو ديشو المصدر حاليا الدوري الجويه، اضافه للكابتن راضي شنيشي، اضافه للكابتن حسن احمد، يعني كابتن الكابتن عادل نعمه اكيد يعني بالدوري كان له بصمه مع فريق يعني اقل الفرق المتواجده بالنخبه اول مره دوري النخبه. باعتقادي المدرب تقيسه بالفرق، الفرق الضعيفه الادوات اللي يمتلكها. كابتن عادل نعمه قدم فريق نموذجي، فريق منظم بعد استلام الفريق نادي القاسم. نعم. فريق قاسم قام يحسب له الحساب. ظهر الاعلام كمستوى وكاداء وكلاعبين مستوى لاعبين. كابتن مهند ان شاء الله اتمنى لك التوفيق بمشوارك التدريبي، ونشوف ارضك الاحتراف في هذا الجديد ان شاء الله تروح وتكمله وترجع خير وسلامه لبغداد، ونشوفك على راس احد الفرق الكبيره. يا ريت لو يكون الطلبه يعني. ان شاء الله اكيد يعني الطلبه هو النادي الاولويه اكيد ان شاء الله يعني بالقلب يعني. يحفظك الله. اشكرك. كابتن راح نتحول يم الشيف خلود ونشوف شنو وصلت وين وصلت وش جهزت لنا بطبق اليوم. تم كل شيء؟ جاهزين نجيش يعني؟ يلا كابتن تفضل. خلينا نشوف ايش صار ويا السبزي. لا لا بس الرياح ما شاء الله الريحه بتجنن. عشيديت شكرا جزيلا. طبعا مثل ما تشوفون التمن انه انا ما خليته بكبسه وصبيته بالطبق، لا خليته بهالشكل هذا حتى لا ياخذ عندي كميه اكبر، لانه اذا خليناه بكبسه وضغطنا راح تكون الكميه اكبر، يعني اكبر من الثلاث ملاعق المقرره، ولا مو ثلاث ملاعق اهم شيء يعني ثلاثة ونص شوي شوي زياده ملاعق كبيره شوي زياده اي لانه حتى تبين بالطبق عندنا. اوكي وبالنسبه للسبيناك مثل ما تشوفوه هذا شكله. اوكي وخليت الكميه اكبر بهوايه من التمن. زين بس سؤال، ايش يختلف الدجاج عن اللحم يعني؟ ماكو مشكله بالطعم بال لا ماكو اي مشكله بالطعم او هيك شيء؟ واحد يحب الدجاج واحد يحب وانا ما شايف صراحه يعني اول مره اشوف. هم اغلب اللي يسوون دايت يفضلون صدر الدجاج، فاعطيتهم الاوبشن هذا انه صدر الدجاج يقدرون يشتغلون. اوكي وخليناه بكميه اكبر لانه اليوم ما عندي طبق شوربه انا اصلا، فخليت السبيناك كميه كبيره، واصلا هو من الاوراق الخضراء يعني تمشينا تمشيها هنا هاي شوربه. لا لا مو شوربه ترهم ترهم بيها بيها. لا بس راح يستفاد منها يعني كلش هوايه، راح تكون مشبعه. اوكي بنفس الوقت بيها فيتامين وبيها معادن، وبنفس الوقت راح يستفاد من الالياف والبروتين الموجود داخل الدجاج، راح يكون في الموضوع مشبع. وهم شويه زعلنا خلينا نحمص بروتين موجود. لا تخلونا نحمص هوايه لكم على اوكي. وهاي السلطه مثل ما تشوفون كملت، خليت الصوص الخاص بها اللي هو شويه زيت زيتون وليمون وملح والنعناع الفريش، قطعته بهالشكل هذا خليته على وجه السلطه. ان شاء الله يا ربي يعجبكم الاطباق. عشتي زيت هنا وجبه كامله. لا اكيد بعدين بينها. شكرا جزيلا. بعد تردين هاي الشهاده. شكرا جزيلا. مثل كل يوم الختام راح يكون وياك كابتن مهند. شاكر حضورك وانا اشكرك جدا. رمضان كريم عليك ان شاء الله، وان شاء الله مثل ما قلت لك قبل قليل هنا اشوفك على راس احد الانديه الجماهيريه او النادي اللي تحبه يعني ان شاء الله. شكرا جزيلا. شكرا جزيلا لحضرتك. شكرا بالتوفيق الجميع ان شاء الله. شكرا. خلود الختام وياك. تفضل كابتن. اكيد ختام حلقتنا، بس قبل ما نختم نوجه جزيل الشكر السما سويس كيتشن للتعاون ويانا على انجاز هذه الحلقه، واكيد راح نلتقي وياكم بحلقات جايه وطبخات جديده، واكيد راح تكون كلها دايت. مع السلامه.